السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ طلاب الصف الرابع هنبدأ ان شاء الله الحصة الثانية في المهارات المهنية. المحور الثالث، تاني حصة بتتكلم عن العناصر الغذائية. طبعا من الاكل اللي بناكله يا اولاد في عناصر غذائية كتير، كل عنصر غذائي ليه اهمية كبيرة قوي في جسمنا. تعالوا نتعرف على العناصر الغذائية اللي موجودة في الغذاء بتاعنا ونعرف هي ايه. طبعا يجب ان نحصل على انواع العناصر الغذائيه كلها عند تناول اي وجبه غذاء، يعني ما ينفعش تاخد عنصر غذائي واحد، لازم تكون زي ما قلنا في الحصه اللي فاتت ان الوجبه بتاعتك تكون متوازنه متكامله، يعني متنوعه عشان يكون فيها جميع انواع العناصر الغذائيه. طيب يا ميس، شايفين الصوره دي؟ شايفين في ايه؟ في خبز اهو شايفين، وفي حبوب، في مكرونه، في بطاطس، في حاجات كتير. تعالوا نشوف بقى انواع العناصر الغذائيه. العناصر الغذائيه دايما كلنا نسمع عن حاجه اسمها الكربوهيدرات، الكربوهيدرات. في حاجه تانية عنصر غذائي اسمه البروتين، البروتينات. في عنصر تاني اسمه الالياف. في رقم 4 فيتامينات، فيتامينات. رقم 5 الاملاح المعدنيه. رقم 6 الدهون. واخر واهم حاجه الماء، لان جسمنا بيتكون من 60% ميه موجوده جوه الدم بتاعنا، يعني الدم 3/4 يعتبر ميه، زي ما بيقولوا الماء شريان الحياه. تعالوا بقى نعرف واحده واحده كل عنصر من العناصر الغذائيه دي. اول حاجه يا ولاد الكربوهيدرات. هي ايه الكربوهيدرات؟ الكربوهيدرات بتشمل النشويات وايه كمان؟ والسكريات، يعني الحاجه اللي بيكون فيها نشا والحاجة اللي فيها سكر. طب ايه يا ميس الحاجات اللي فيها نشا؟ تعالوا نشوف. النشويات موجودة في الحبوب، جميع انواع الحبوب اللي موجودة عند العطار فيها نشويات. وفين كمان؟ وفي الارز، الارز اللي انت بتاكله. وفيه كمان في بعض الخضروات زي البطاطس والبطاطا، دول برضو عبارة عن نشويات. يبقى الكربوهيدرات بتنقسم لحاجتين، نشويات وقولوا معايا سكريات. نشويات موجودة في الحبوب والأرز وبعض الخضروات زي ايه؟ زي البطاطس. جميل. طب السكريات موجودة فين؟ كلنا عارفين الفواكه، كلنا بنحب ناكل الفاكهة المسكرة، التين تلاقيه في سكر، العنب في سكر، التمر او البلح في سكر، الموز تلاقيه في سكر. فكلنا بنحب الفاكهة عشان فيها سكر، بنسميه سكر طبيعي. وايه كمان؟ والعسل، العسل بانواعه بقى، سواء العسل النحل الابيض او العسل الاسمر. يبقى دلوقتي الكربوهيدرات تشمل النشويات والسكريات، النشويات قلنا الحبوب والارز ومعاها من الخضار البطاطس. السكريات زي الفواكه بانواعها والعسل بانواعه. طيب ايه يا ميس بقى فايده الكربوهيدرات دي؟ بتعمل ايه في جسمنا؟ هنشوف دلوقتي. يحول الجهاز الهضمي الكربوهيدرات الى سكر الجلوكوز. يبقى احنا اول ما هناكل حاجه فيها كربوهيدرات، الجهاز الهضمي فاكرينه اللي اخدناه في الترم الاولاني، بيحول الكربوهيدرات دي لسكر. السكر ده اسمه ايه؟ اسمه سكر الجلوكوز. دايما لما يقول لك واحد مهبط يقول له ده راح عند الدكتور علق له محلول جلوكوز. المحلول الجلوكوز ده يعني محلول السكر. فالجهاز الهضمي هيحول الكربوهيدرات لسكر اسمه ايه؟ اسمه سكر الجلوكوز. طيب يا ميس السكر الجلوكوز ده بيعمل ايه في جسمنا؟ بيزودنا بالطاقة. يبقى سكر الجلوكوز بيعمل ايه؟ بيزودنا بالطاقة. يبقى احنا حصلنا على الطاقة اول حاجة من سكر الجلوكوز. حصلنا على الطاقة منين يا ولاد؟ من سكر الجلوكوز. تمام؟ كلام جميل. ندخل بقى على تاني عنصر من العناصر الغذائية، البروتينات. البروتينات، البروتين موجود فين؟ دايما يقول لك كل بروتين في البيض، والبروتين موجود في اللحوم وفي الأسماك. يبقى في اللحوم والإيه؟ والسمك ومنتجات الألبان اللي هي إيه؟ اللي هي الجبنة والزبدة والقشطة، كل دي منتجات ألبان. وفين كمان البروتين؟ في البيض، البيض فيه بروتين كتير. وفي المكسرات بتاعت رمضان، كل سنة وانتم طيبين، البندق والفستق واللوز والعين جمل والكاجو، كل دي فيها بروتين. وايه كمان؟ والبقوليات، البقوليات كلنا عارفينها، الفول والعدس. يبقى البروتينات موجودة في اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والبيض
والمكسرات والبقوليات. طيب الجسم بقى بيحتاج يا ولاد البروتين في ايه؟ تعالوا نشوف. يحتاج الجسم الى البروتينات لبناء انسجة الجسم، النسيج بتاعنا بتاع جسمنا عشان يكبر محتاج ايه؟ محتاج بروتين. لو انت لا قدر الله اتعورت في رجلك ولا حاجة، عشان الجرح ده يبدأ يعمل نسيج جديد ويلتئم، محتاج ان انت تاكل حاجات فيها بروتين. تمام؟ يبقى بيحتاج الجسم البروتين لبناء انسجة الجسم وتجديد ما يتلف او يفسد منها. يعني وانت بتلعب كورة وقعت في حتة اتقشطت من جلدك بتاع رجلك، فعلى طول انت لما تاكل شوية بروتينات على مدار 3 ايام بعد ما بتطهر الجرح بتلاقي فيه نسيج جديد اتبنى. يبقى بيحتاج الجسم من البروتين لبناء انسجة الجسم. طيب تالت عنصر بقى من العناصر الغذائية ايه يا ولاد؟ الالياف. الالياف دي بنقول عليها هي مواد غير قابلة للهضم، مواد موجودة في المواد الغذائية بس ايه؟ مش قابلة للهضم. موجودة فين؟ موجودة في الحبوب الكاملة والبقوليات زي ما قلنا العدس والفول، وموجودة كمان فين؟ موجودة في الخضروات والفاكهة. في الخضروات والفاكهة يبقى الألياف موجودة في الحبوب الكاملة والبقوليات اللي هو العدس والفول والخضروات والفاكهة. أهميتها إيه يا ميس؟ تعالوا نشوف. الألياف مهمة لعملية الهضم، مهمة لعملية الإيه؟ الهضم. وإيه كمان؟ وضبط مستوى السكر في الجسم، تضبط مستوى السكر في الجسم عن طريق الإيه؟ الألياف. طيب من المواد كمان اللي هي الفيتامينات رقم 4، الفيتامينات طبعا مهم قوي قوي. اهم فيتامين اسمه فيتامين ايه. فيتامين ايه ده بيساعد على تقويه النظر. فيتامين ايه بيساعد على ايه؟ على تقويه النظر. طب موجود فين بقى؟ موجود في البيض والسمك. يبقى فيتامين ايه موجود فين يا ولاد؟ في البيض والسمك. فيتامين ايه موجود في البيض والسمك. تاني نوع فيتامين سي. فيتامين سي اللي انا قلت لكم انه موجود في الفلفل الرومي بنسبة عالية جدا، الذي يوجد في بعض الخضروات زي ايه؟ زي الفلفل الرومي، في نسبة عالية جدا جدا من فيتامين سي. موجود فين كمان؟ موجود في الليمون. وموجود فين كمان؟ موجود في الفاكهة الجوافة. بس اكتر نسبة فيتامين سي بتكون موجودة في الفلفل الرومي. طب بيعمل ايه يا ميس فيتامين سي ده؟ بيقوي مناعة الجسم. مناعة الجسم دي اللي بتقاوم أي أمراض تدخل للجسم، يبقى بيقوي مناعة الجسم، فهي مهمة لحماية الجسم ومقاومة الأمراض. يبقى المناعة معناها إيه؟ مناعة الجسم يعني مقاومة الأمراض. يبقى مين اللي بيساعد الجسم على مقاومة الأمراض؟ هو فيتامين سي. مين اللي بيقوي النظر بتاعك؟ هو فيتامين إيه. تمام؟ كلام جميل. خامس حاجة عندنا الأملاح المعدنية. الأملاح المعدنية طبعا عارفين كلنا بنقول كل يوم بنشرب اللبن عشان الكالسيوم وناكل بيض عشان الكالسيوم. طب الكالسيوم بيعمل ايه يا ميس؟ بيحافظ على صحة العظام، يخلي عظامك قوية، رجلك ما توجعكش وانت ماشي، وايه كمان؟ والاسنان. يبقى بيحافظ على صحة العظام والاسنان. هو مين؟ الكالسيوم. موجود فين بقى؟ موجود في اللبن وموجود في الخضروات. تاني نوع من الاملاح المعدنيه الحديد. الحديد مهم قوي قوي للدم. يقول لك انت عندك انيميا، معنى كده ان انت جسمك الدم بتاعك فيه نقص حديد. يبقى الحديد مهم جدا جدا للدم، وهو عنصر مهم للدم. عنصر مهم لايه؟ للدم. ده مين؟ الحديد. موجود فين الحديد بقى؟ موجود في اللحوم الحمراء والاسماك والخضروات. يبقى في اللحوم الحمراء والاسماك والخضروات. سادس حاجة عندنا الدهون. الدهون موجودة فين بقى؟ موجودة في المكسرات، جميع انواع المكسرات فيها دهون. موجودة فين كمان؟ في البذور. موجودة فين كمان؟ في الزيتون. الزيتون فيه ايه؟ في دهون. موجودة فين كمان؟ في السمك. موجودة فين كمان وبنسبة عالية قوي؟ فاكهة اسمها الافوكادو. الافوكادو، الافوكادو دي فيها نسبة دهون عالية قوي، وموجودة في الفاصوليا. وموجودة يبقى دلوقتي الدهون في المكسرات والبذور والزيتون. احفظ كذا حاجة منهم. ممكن تقول الدهون في المكسرات والبذور والزيتون، عايز تزود عليهم السمك والافوكادو والفاصوليا زود. طيب الدهون من مصادر الحصول على الطاقة. يبقى انا تاني مصدر للحصول على الطاقة منين؟
من الدهون. افتكروا معايا اول مصدر قلنا ايه اهو، اول مصدر بنحصل منه على الطاقة هو الكربوهيدرات، تاني مصدر بقى هنحصل منه على الطاقة اهي هي ايه الدهون. يبقى الدهون هي مصدر للحصول على الطاقة وتساعد على امتصاص الفيتامينات. الفيتامينات اللي انت خدتها فوق دي فيتامين ايه وفيتامين سي، لازم يكون جوه جسمك دهون عشان الجسم يمتصها. تمام، كلام جميل. رقم 7 الماء. بنقول الماء شريان الحياة، يوجد الماء في كل ما نأكله وهو عنصر مهم جدا للإنسان. وبيتكون جسمنا المية حوالي 60% من جسمنا، يبقى 60% من جسمنا مية. من فوائد المية ايه بقى؟ التخلص من السموم وامتصاص بعض الفيتامينات. وقلنا في الفيديو اللي فات لازم نشرب 8 اكواب من الماء يوميا عشان نتخلص من السموم وامتصاص بعض الفيتامينات. تعالوا بقى نحل التمرين مع بعض. يلا نحل التمرين مع بعض. السؤال الاول هنحط علامة صح وغلط. تعتبر الدهون من مصادر الحصول على الطاقة، صح، احنا قلنا الدهون بنحصل منها على الطاقة. وايه كمان؟ الكربوهيدرات عنصر غذائي يزودنا بالطاقة، صح، الكربوهيدرات برضو بيزودنا بالطاقة. 3، للوقاية من الأمراض يجب أن نتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات، صح، لما تاكل طعام فيه فيتامينات بيقيك من الأمراض. بصوا أهو، خصوصا فيتامين سي. فيتامين سي قلنا عليه إن هو بيقوي المناعة وبيعمل على مقاومة الأمراض، ففيتامين سي ده من ضمن الفيتامينات. فهو بيقول لك للوقاية من الأمراض يجب أن تتناول الطعام الغني بالفيتامينات، صح. رقم 4، أملاح الكالسيوم ضرورية للمحافظة على صحة العظام والأسنان، صح طبعا. رقم 5 بقى، ركز معايا، الماء النظيف ليس عنصر مهم لصحة الإنسان. الماء النظيف مش مهم؟ غلط طبعا، الماء النظيف مهم جدا. مهم ان انا اشرب ماء نظيف واشرب 8 كوبايات ماء يوميا. السؤال الثاني هنحط علامه خط تحت الايه الاجابه الصحيحه. 1، نحتاج الى نقط للحفاظ على صحه العظام والاسنان. هنحتاج لايه؟ كالسيوم، حديد، صوديوم، سموم. هنحتاج للكالسيوم طبعا يا ميس، يبقى الكالسيوم عشان نحافظ على الايه العظم بتاعنا. 2، يعتبر الأرز والبطاطس من سكريات، نشويات، فيتامينات، ماء. طبعا من النشويات، الأرز والبطاطس نشويات. 3، من الأملاح المعدنية الضرورية للمحافظة على العظام والأسنان هي الكالسيوم، وإحنا لسه قايلينها فوق. السؤال الثالث أكمل، يحتاج الجسم إلى الفيتامينات لمساعدته على مقاومة الأمراض. 2، نجد الدهون الصحية فين؟ المكسرات والزيتون والسمك والفاصوليا والأفوكادو. 3، يحتوي السمك على فيتامين إيه طبعا. 4، الحديد عنصر مهم للدم. السؤال الرابع والأخير، ما أهمية البروتينات؟ هتقوله مهمة لبناء أنسجة الجسم، زي ما قلنا لو واحد بيلعب كورة ورجليه اتعورت اتقشطت حتة من جلده، لما هياكل بروتينات هتلاقي الجلد اتبنى مرة تانية، فهي مهمة لبناء أنسجة الجسم. ما أهمية الألياف؟ الألياف أهميتها ايه بقى؟ مهمة لعملية الهضم وضبط السكر بالجسم، مهمة للهضم وتضبط السكر بالجسم. كده بكون خلصنا الدرس بتاعنا. اتمنى لو عجبكم الفيديو الاشتراك معانا في القناة، ننزل نعمل لايك على الفيديو. لو ليكم اي سؤال اكتبولي في التعليقات. ان شاء الله الفيديو الجاي هنشرح نظام غذائي صحي. مع تمنياتنا لكم بكل التوفيق، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.